طيب 1 2 اللي استنى ثانيتين حاليا هو عم يحكي عشان رجاله صراحه الطريق اخذ معنا ما يقارب الست ساعات قاعدين بالسيارة عم نروح من مكان لمكان خربت الدنيا ضاعت شنطتي ضاعت محفظتي ضاع فلوس كتير جيت لهون طلع المبلغ أكتر من اللي كنا متوقعينه قاعدين يعني هلا حاليا حنرجع بلا فلوس وضاعت سماعاتي حوالي 90 دينار وضاعت سماعات التلفون وضاعت أشياء كتيرة إلي قدر الله وما شاء فعل وإن شاء الله كله خير ولسه عندي امل انه ان شاء الله بيرجعوا كل هاد مع كل اللي صار هذا الشيء اللي صار بيستاهل طلعوا حوالي شيء جدا جدا جميل يعني رحله من العمر وشغله كانت on my bucket list يعني شغله عن نفسي يعني truly amazing يلا Goodbye.